السيد رئيس جمهورية مصر العربية، كنا عندك منذ سنة، حضرنا كوب 27 وحدثت بعض التغيرات خلال هذه السنة فيما يخص التغيرات المناخية. تحدثنا فيما يخص التغيرات المناخية والتضامن العالمي من أجل الوصول إلى تغيرات. نحن الآن نريد أن نسمع كلمتك ورؤيتك ورؤية دولتك من أجل شراكة جديدة خضراء. معك الكلمة السيد الرئيس. شكرا السيدة وزيرة الخارجية، واسمحي لي في البداية أن أنا أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس ماكرون وللسيدة رئيس الوزراء بربادوسا ميا مطلي على حديثها الرائع والملهم اللي تحدثت به وكل من تحدثوا في الجلسة الافتتاحية. واسمحي لي أنا هخلي المداخلة شقين. الشق الأولاني هو شق عبارة عن تسجيل لوجهة نظر مصر في الموضوع كله، ثم أتحدث عن الجهد والموضوع الإجراءات وما تحقق على المستوى الوطني. مهم أوي أن أنا أشكر فخامة الرئيس ماكرون على أنه استضافة هذا المؤتمر المهم في وسط هذه الأزمة أو الأزمات المتعاقبة التي مرت العالم تقريبا على مدار أكثر من 3 سنوات، والحقيقة هي ألقت بظلالها الكبيرة جدا على العالم وعلى يمكن بشكل أكثر وعباء أكبر على الدول النامية والذات اقتصاديات يعني هشة، ويمكن تهدد المكتسبات التي تم تنفيذها بواسطة هذه الدول خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة هذا الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر قدرة أيضا على الصمود أمام الأزمات بما مكننا من مواجهة تحديات تغير المناخ التي لم تكن طبعا لم نكن المتسبب الرئيسي فيها، ولكن نحن الأكثر تضررا منها. في مثل هذه الظروف استضافت مصر طبعا القمة العالمية للمناخ شرم الشيخ اللي هي COP27 في نوفمبر الماضي، وكانت مستهدفة ترجمة الطموح والتعهدات كالعادة. واسمحوا لي أنا مش هخرج كتير عن النص، ولكن عايز أقول دائما نقول حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل. غير كده لن يتم أبدا التحرك في تقديرنا لحل أي مشكلة إحنا بنطرحها سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. هنا كان الهدف هو ترجمة الطموح والتعهدات لواقع ملموس بما دعم التحول العادل من أجل تحقيق النمو الأخضر وبلوغ أهداف التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية لكل دولة. في هذا الإطار أود أن أشير إلى أن رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط للإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة. وبالتالي فإننا نقدر أن النمو الأخضر ليس بديلا عن التنمية المستدامة وإنما محفزا لها. وأنا في التجربة الوطنية اسمحوا لي هأشير على مجموعة من المشروعات التي تم تنفيذها في إطار يخدم النمو الأخضر وفي نفس الوقت يحقق التنمية المستدامة. في هذا السياق يعني دعوني أجيب بشكل عملي على سؤال السيدة وزيرة الخارجية، حيث تحضرني التجربة المبتكرة لبرنامج نوفي، وهذا البرنامج هو برنامج أطلقناه خلال المؤتمر ولاقى زخما دوليا كبيرا لاستهداف تعزيز الشراكات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي بالتركيز على قطاعات المياه
والغذاء والطاقة في إطار متكامل. ويتضمن البرنامج منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار تم إطلاقها بمشاركة مؤسسات تمويل دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط. في ضوء ما تقدم، تبرز محورية التمويل باعتباره العامل المحوري زي ما ذكرت قبل كده في تحقيق التنمية المستدامة بما فيها مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس. فضلا عن معالجة الاختلالات الهيكلية للنظام المالي العالمي الذي تحدي من قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات. وطبعا زي ما شفنا النهاردة تم النقاش كثيرا على منظومة أو النظام المالي العالمي وأدي هذا النظام خلال 70-80 سنة حصلت تطورات كبيرة جدا جدا، وبالتالي هو يعني يمكن كل الكلام بيأكد ان هذا الامر محتاج ان احنا نتحرك في تطويره عشان يجابه هذه التحديات. ونقدر ان هناك حاجة لتبني منظور شامل يضع تمويل التنمية في قلب اجندة العمل متعدد الاطراف ويضمن عدالته واستدامته اضافة الى معالجة التحديات ذات الصلة. ويتمثل احد اهم التحديات في الأثر التراكمي للأزمات الدولية المتعاقبة. هخرج هنا يعني في مصر أطلقنا برنامج للإصلاح الاقتصادي في 2016 وحقق هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف اللي احنا كنا بنتمناها ووصلنا إلى معدل نمو 6%. وكل الأمور كانت مبشرة جدا جدا إن لو استمرنا بهذا الشكل الأمور هتحقق الهدف اللي احنا من أجله عملنا برنامج الإصلاح. لسوء الحظ خلال أزمة الكوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية أنا بقول إن ده كان ليه تأثير سلبي كبير جدا جدا على مسار أو على المسارات التي تحققت فيها النجاحات المختلفة، وتراجعت بشكل ملحوظ النجاح اللي احنا حققناه، ومنها ارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية وتنامي إشكالية الديون بشكل خطير وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل، يضاف إلى ذلك تداول جدوى المعونات التنموية وتعاظم المشروطيات المقترنة بها. هنا أيضا مهم أوي إن أنا أقول في النقطة دي إن إحنا كان لنا خطة لإدارة الديون اللي إحنا عملنا بها خطة التنمية المستدامة. برضو هذا الأمر نتيجة الظروف اللي مرت خلال 3 سنوات ألقى بصعوبات كبيرة جدا أمام استمرار نجاحنا الفعال في خطة الديون، وبالتالي احنا بنضغط نفسنا ونصر على ان احنا ندير هذا الامر بما يحقق الاهداف الوطنية. لذا فاننا نتطلع لإسهام قمة الميثاق التمويل الجديد في دفع المناقشات بمختلف المحافل الدولية من خلال عدد من الرسائل على رأسها ضرورة تكاتف الجميع لا سيما مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بالتركيز على تنفيذ متوصيات محفز أهداف التنمية المستدامة الذي أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة بالتعاون مع شركاء التنمية وبما يتسق مع الأولويات الوطنية. تبرز أيضا أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى مع استحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل فضلا عن التوسع في مبادلة الديون من أجل الطبيعة. كذلك توجد ضرورة لإصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تمويل التنمية المستدامة بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات. في هذا السياق ضرورة تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعظيم قدرتها على الإقراض وتيسير نفاذ الدول النامية له، وكذلك تعزيز الحوار بينها وبين وكالات التصنيف الائتماني لزيادة قدرتها على الإقراض دون المساس بتصنيفها، علما بأن المجتمع الدولي توافق خلال قمة شرم الشيخ على المطالبة بالكثير من تلك الإصلاحات. ختاما في الكلمة اللي أنا أردت بها تسجيل
وجهة نظرنا في الموضوع ككل، لا يفوتني أن أشدد على أن تمويل التنمية المستدامة أمر جوهري في مواجهة تغير المناخ، والذي يمثل خطرا وجوديا، ومن ثم فأنه يعد هدفا عالميا لتحقيق المصلحة المشتركة للجميع وليس شأنا خاصا بالدول النامية. اسمحوا لي هنا هتكلم على الجهود اللي بذلتها مصر باختصار شديد، لن أزيد عن الوقت المخصص، يعني أن أنا أقول لكم جميعا أن مصر تحركت في موضوع المناخ بوقت مبكر جدا، ويمكن احنا يعني كن لنا مساهمة كبيرة جدا في اتفاقية باريس بحضورنا هنا أثناء عقد هذا المؤتمر، وبقول فيه ان احنا تحركنا وعملنا برنامج طموح جدا جدا يستهدف التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير جدا حتى 2030، وتحركنا فيه وحققنا المستهدفات اللي احنا بنتكلم فيها. بالإضافة لكده دخلنا في برامج تستهدف تنمية مستدامة وفي نفس الوقت تحقق التحول الحماية وتنمية البيئة. مثال، احنا كان لدينا مجموعة من البحيرات على البحر المتوسط، هذه البحيرات كانت في حالة صعبة جدا جدا وتمثل يعني إساءة بيئية كبيرة جدا جدا. اتعمل برنامج خلال 7 سنين اللي فاتوا لتحويل هذه البحيرات إلى بحيرات صديقة تماما للبيئة، وده كلف الدولة المصرية أموال ضخمة جدا جدا للحصول على هذا الهدف. في نفس الوقت عملنا برنامج آخر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها حتى لا تكون ملوثة للبيئة وتم تدويرها. احنا بنتكلم في أكثر من 13 مليون متر مية بيتم معالجتها من مياه الصرف الزراعي حتى يتم استخدامها أكثر من مرة. بنحقق بيها هدفين، الهدف الأولاني إن احنا عارفين إن يبقى فيه مية إضافية كحصص من نهر النيل هيبقى أمر يصعب تحقيقه في هذه المرحلة، ثم في نفس الوقت الاستفادة من هذه المية وما تبقاش ملوثة للبيئة. كل البرامج دي اللي أنا بتكلم فيها اللي هي طاقة جديدة متجددة أو معالجة مياه أو تحسين شبكة طرق واستخدام وسائل النقل الكهربائية كلها، هذا البرنامج كلفنا أموال ضخمة جدا جدا، واتعملت خطة ديون لتمويل اللي أنا بتكلم فيه ده. الخطة كانت ماشية بشكل جيد وكنا قادرين على ان احنا نلبي إدارة هذه الخطة بشكل متوازن بما لا يمثل ضغط علينا وعلى موردنا، ولكن نتيجة الظروف اللي حصلت خلال 3 سنين اللي فاتوا انا اقدر اقول ببساطة ان احنا محتاجين تفاهم من جانب شركائنا في التنمية والمؤسسة التمويل الدولية انها تراعي هذا الامر، مش بس لمصر، لمصر وللدول اللي هي ظروفها زي ظروفها. شكرا جزيلا. شكرا.